حنسوي اليوم سبرينج رول بالدجاج والخضار. بالعادة دايما بسوي معاكم سبرينج رول بس بالخضار، ولكن جربت الوصفة عند أم أحمد الله يسعدها فجدا عجبتني، وأخذت لكم الوصفة ويلا نطبقها. الخضار قطعت بصل، فلفل رومي، جزر، كوسة وملفوف، وطبعا اختياري زي ما انتو حابين الخضار، ولكن هذا اللي عجبني صراحة. عندي زيت رح أضيفه بالقدر، رح أنزل عليه البصل، عندي تومة رح أضيف شوية تومة، نقلبها شوية مع البصل، حنزل الدجاج. الدجاج أنا فرمته بالمحضرة، فرمته بالمحضرة، ممكن لو حابين تقطعوه على اليد اختياري زي ما تحبوا. هنزل هنا الخضار اللي قطعتها، عندي كوسة، عندي فلفل رومي، جزر، ملفوف، كله راح انزله. كمان في شوية هنقلب المكونات، حضيف بهاراتي بما اني مقطعة زنجبيل اخضر عشان الشرب، راح احط شوية عادي مش ضروري، ممكن بس تكتفوا بالزنجبيل الناشف. طبعا كزبرة، كمون، يعني حطيت اول بهاراتي مشكلة، وهاي الكزبرة على فكرة. عندي فلفل اسود، ممكن كمان تحطوا كاري بس للاسف مخلص من عندي. عندي ملح لو بتحبوا، فيها شوية حرقان ضيفوا فلفل اخضر او مجروش زي كده. وكمان عندي صويا صوص، راح اقلب كل المكونات سوا. طبعا اذا بتحبوا تزيدوا الدجاج اكتر عادي، بس شوية وراح يكش الخضار كله حيدبل، وحتلاقوا انه الكمية مناسبة، او اذا حابين زيدوا الدجاج. شايفين كيف دبلة الخضار؟ خلاص كده استوى، راح اتركه بس المية اللي فيه تتشرب، وبعدين نطفي، وضروري يبرد قبل ما نحشي ولا حتخرب العجينة. راح ابدأ هنا معاكم الف سبرينج رول. طبعا راح نحط هنا مية وطحين، وهنا حنضيف من الحشوة، راح نلفها بهالشكل، وطبعا راح نقليها. فيكم تقلوها بالقلاية الهوائية او بالزيت اختياري زي ما تحبوا. خلصت هنا اللف، وطبعا تقدروا تفرزنوه، افردوه على كيس فيه نايلون وفرزنوه، والطبقات كمان حطوا بينها نايلون او ورق زبدة. راح نبدأ القلي.
ألذ وأشهى سبرينغ رول صار جاهز.